أهلا بكم من جديد في الفقرة التحليلية. أصحابني اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ خالد سعد. أهلا بك. مرحبا وشكرا جزيلا. إن شاء الله نجتهد أن نكون مفيدين لمشاهديكم الكرام. نتمنى ذلك. ونبدأ معك هذه الجولة من صحيفة الصيحة ومنها نقرأ: الجيش يتصدى لمجموعات مسلحة في دارفور قادمة من ليبيا والجنوب. كشفت القوات المسلحة عن دخولها في اشتباكات أمس مع مجموعة متمردة في ولايتي شمال وشرق دارفور، مؤكدة التصدي للمجموعتين اللتين حاولتا الدخول في وقت متزامن من ليبيا إلى شمال دارفور ومن جنوب السودان إلى شرق دارفور، في وقت أكد فيه والي ولاية شرق دارفور أنس عمر تدمير 70 عربة بكامل عتادها حاولت التسلل إلى ولايته من جنوب السودان. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد دكتور أحمد خليفة الشامي في بيان أمس أن الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى ظلت تراقب عن كثب تحركات المجموعات المسلحة الموجودة في دولة جنوب السودان وليبيا، وهي تستعد لإجهاض ما تحقق من سلام واستقرار في البلاد. وأضاف أن مجموعتين مسلحتين دخلتا في وقت متزامن إلى شمال وشرق دارفور وتصدت لهم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. أستاذ خالد، يعني هذا الهجوم يأتي بعد أيام فقط من لقاء برلين التشاوري، هل تعتقد أن الحركات تحاول تقوية موقفها التفاوضي بهذا الإجراء؟ نعم، أنا أظن أن الواقع أن هنالك عوامل غير العوامل الداخلية، أيضا هنالك عوامل خارجية مرتبطة بالأوضاع في دول الجوار مثل ليبيا ودولة جنوب السودان أدت إلى حدوث هذه الاشتباكات، إضافة للعوامل التي ذكرتها. حقيقة العنف والمواجهات المسلحة في دارفور دائما لديها مسببات عديدة، لأن القضية نفسها فيها بعد إقليمي وبعد دولي، إضافة للبعد الأساسي اللي هو البعد المحلي. هذه العوامل الثلاثة تجمعت أدت إلى حدوث هذه المواجهة المسلحة. أكيد كل طرف سيزعى بعد الاجتماع التشاوري الذي أشرت إليه، أكيد كل طرف سيزعى إلى تقوية يعني وضعه على الأرض من أجل الدخول في محادثات سلام مرتقبة من موقف القوى. هذه مسألة عادة تحدث في جميع جولات التفاوض في التي حدثت بشأن دارفور أو بشأن مناطق أخرى في السودان، دائما كل طرف يحاول أن يقوي من يعني شوكته العسكرية من أجل المكاسب السياسية على طاولة المفاوضات. طيب، دخول هذه القوات من أراضي دولة جنوب السودان، جزء منها يعني دخل من جنوب السودان، هل سيؤدي ذلك إلى إجراء اتخاذ بإغلاق الحدود بعد أن فتحت للإغاثة والأعمال الإنسانية؟ نعم، ربما تقوم الحكومة بذلك، ولكن المسألة برضو مرتبطة بالضغوطات التي تواجهها دولة الجنوب بضرورة يعني فك الارتباط مع الحركات المسلحة في إقليم دارفور، إضافة للوضع نفسه في الجنوب، والوضع غير مستقر سياسيا أو اقتصاديا وغيرها. كل هذه أسباب دفعت بهذه الحركات إلى إيجاد موطئ قدم جديد، إضافة للوضع في ليبيا أيضا دفع بعض المنتسبين للحركات المسلحة في ليبيا للعودة إلى دارفور. ده كله أدى إلى هذه الحادثة، ولكن يعني صدور قرار بقفل الحدود يعني هذه مسألة مرتبطة بالحكومة، مرتبطة بتفاهمات الحكومة السودانية نفسها مع المجتمع الدولي. نعلم أن واحدة من التفاهمات الجارية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية هي مسألة المساهمة السودان في توفير الأمن ويعني تهدئة الأوضاع في دولة جنوب السودان، وبالتالي أي قرار في هذا الاتجاه بقفل الحدود أو كذا يجب أن يراعى فيه التفاهمات الجارية بين السودان والولايات المتحدة، بين السودان ودول الجوار، بين السودان ودولة جنوب السودان نفسها. فالمسألة ليست بسهولة وليست قرار يعني ارتجالي بسبب هذه المواجهات المسلحة يمكن أن تتخذ الحكومة السودانية أي قرار في هذا الشأن، إلا بالنظر إلى يعني انعكاسات هذا القرار بالنسبة لعلاقات السودان الأخرى. توقيت هذا الهجوم يأتي في وقت اقترب فيه فترة نهاية بعثة اليوناميت.
في السودان. هل تعتقد أن هذه محاولة من القوات المتمردة لإبقاء اليوناميت فترة أطول في الإقليم؟ والحقيقة أن يوناميت تم التجديد لها قبل فترة قصيرة رغم يعني دعاوى السودان العديدة يعني خروج هذه البعثة، ولكن قبل أشهر قليلة تم التجديد لهذه البعثة. ويعني هذه البعثة نفسها تواجه بمشاكل كثيرة لأنها هي جاءت لحفظ السلام، وبعد ذاك مع مرور الوقت ومع التجارب أثبتت أنها لا تستطيع حتى توفير السلام لجنودها، ولكن هذا لا يلوم البعثة نفسها ولكن يلوم الأطراف. يعني اللوم يقع على الأطراف المرتبطة بالقضية نفسها، إذا كانت الحركات المسلحة أو إذا كانت الحكومة السودانية، لأنها هي في النهاية البعثة نفسها جاءت وفقا لموافقة هذه الأطراف، وبالتالي لوم البعثة نفسها ليس يعني بالأمر المهم بالدرجة أهمية مثل لوم الأطراف المتسببة في الأزمة نفسها. وبالتالي أظن أن مثل هذه الحوادث صحيح تدعم بقاء البعثة، ولكن هي في الأساس تعكس أن الوضع ما يزال غير مستقر تماما. في الفترة اللي فاتت كان هنالك استقرار، كان هنالك حديث عن أنه في يعني حصل تراجع كبير جدا لأعمال العنف والأعمال المسلحة في 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 دارفور، ولكن مثل هذه الحوادث تعكس أن الأمر ليس يعني مثاليا، ما تزال هنالك جيوب، ما تزال هنالك مناطق نزاع، ما تزال هنالك مواجهات مسلحة. فبالتالي مسألة التسوية السياسية تصبح أمر مهم وتصبح أمر ضروري، ويجب النظر إليها بعين الاعتبار قبل النظر إلى مسألة اليوناميت وكذا، لأنه تحقيق تسوية سياسية وتحقيق السلام في إقليم دارفور الوضع الطبيعي سيقود إلى خروج هذه القوات.